اتأخرت عليكي؟ سبت عادي. عادي بنعملها على طول. انت كويس؟ انا كويس. انت كويسة؟ يلا بينا. يلا يلا. زي ما انت امرتني يا بساتر وسيم، طول الليل قعدت انا وامي جبنا شوك وسكاكين ونشبطهم كده في الجنزير ده عشان محدش يسرقهم زي ما انت قلت. احمدك يا ابو المفهوميه، والله العظيم ده امي طول الليل تدعي لك. يا ابني انت بتدخل امك في كل حاجه ليه؟ وبعدين انا قلت لك خرم الشوك والمعالق والسكاكين، بتخرم الميه ليه؟ هي عماله تدلق علينا كلنا. اتفضل غور من وش. انت ما تجرحش حاجه، هي خساره تعبها، خليها تدلي عليك. يا ابني غور تعبيط ولا ايه؟ خلاص فضلنا مهمتين ونفوق بقى للفندق. ها هنا المستقبل الحقيقي، هنا الحلم. مستر وسيم اجيب لك عشاء؟ هات لي بيض وفول. فوق فول. فول ايه ونيله ايه؟ فوق انت، فوق. احنا بنضيع يا جماعه، احنا رايحين النهارده نرقص في فرح ماتو. سيبك من الفندق كده كده ضايع. لا لازم محاوله اخيره تاخدوا مني خلاصه العذراء والشعر الابيض. ايه دي فكرة ما بتجليش ابدا. علشان تبان بطل قدامها لما تلاقي حد يعكسها تدخل عليه وتديله علقة. ايه العبط اللي انت بتقوله ده بس يوني؟ دي قديمة جدا. طب تخيل بقى ان الفكرة دي جت في دماغي واتكسفت اقولها لكم اصلا. انا قلتلكوا عليها علشان دي فكرة غير متوقعة. غير متوقعة؟ تصدق اقنعتني. طب يا رجب تعمل ايه؟ رجب. ايوه يا مساتر. وحشتني يا حبيبي، ما تزعلش مني كنت بهزر معاك. لا يهمك. امك عامله ايه؟ عسل بتموت. ايه تمام ربنا يخليك. بقول لك يا رجب، مفيش هنا عندنا حد من النزلة متحرش كده وقليل الادب؟ حد من النزلة يكون متحرش وقليل الادب؟ شايف الراجل اللي هناك ده؟ اهو ده الوحيد اللي مش متحرش. اي حد تاني بقى على الترابيزات متحرش. ده ينفع؟ ده عزه، ده لسه متحرش بالترابيزه اللي هناك دي. اتحرش بالناس اللي على الترابيزه كلهم؟ لا اتحرش بالترابيزه نفسها. خطر قوي ده، خطر. ده ينفع؟ مستر، مستر اكسكيوز مي جاست ا مينيت. انا اتكلم اللغه العربيه الفصحى. عايز ايه؟ حلو قوي ده، عزه. ممكن تقضي لنا مصلحه هنا في الفندق ونديك فري سبا. فري سبا؟ اي فري سبا انت عبيط، الفندق هنا ما فيهوش شطافه اساسا. اتفرج بقى الدخلة بتاعت الأشباح. وريني يا مستر فارفور. اكسكيوز مي. والله العظيم بتكلم عربي. أنا آسف معلش نسيت. بقول لك يا باشا إحنا عايزينك في مصلحة كده، وأنت شكلك غلط ولبط. لبط؟ إيه في إيه؟ زعلت ولا إيه؟ أنت هتعملي فيها محترم؟ هو أنت محترم هتيجي هنا أساساً؟ أنا كنت فاكر إن أنا في فندق محترم. محترم. بيقول لك فندق. انت خد رد على الموبايل. رد ليه يا حبيبي؟ هو ده سكرتيرتك؟ رد يا حبيبي. مش عايز ارد يا مستر مالك، بقول ان ده فندق مش محترم. ايه؟ مستر مالك؟ يا اسود. ايوه مالك يا مستر وسيم. يا اللي كنت عايز فرصه ثانيه وسلسله. زي ميسز اسراء ما قالت بالظبط هيحصل. لا مستر مالك، لا لا لا، اكيد في سوء تفاهم، يمكن عشان اللكنه او حاجه. اللهجه انت فاهم؟ لا ما فهمش غلط. عشان اللي قدامك ده يبقى وليد عبد العاطي، بكالوريوس خدمة اجتماعية ودبلوم التنكر فنون تطبيقية. جيزة أنا آخرتها أخو جيزة، يعني فاشل في الشغل وفاشل في اللعب كمان. طبعا أقول إيه، ما أنا شغال مع جزء أخبية زيكو، والغبي التالت اللي اسمه رجب ده أكيد هفضل كده فاشل. خسارتك يا وسيم، أنا كان لازم أجيب إسراء تشتغل تحتية في الفندق هنا. إسراء؟ مش إسراء دي اللي خوزقتك؟ خوزقته؟ أو خزوقته مع الراجل، وجابتك اللي اسمه وليد ده عشان يعلم عليه. صح، أنا ما شكتش اللحظة في أفريقيته، أنا قلت ده واحد جاي من جيبوتي يعمل اختبارات هنا في إنبي. بقول لك إيه يا جميل؟ فندم يا مستر وسيم. احتياطي، مشي أي نزيل أفريقي عندنا هنا في الفندق. أو كوري، عملها فيا قبل كده، أو نمشي إحنا بالطول. اهدى يا جميل، اهدى بقى. ايه ده يا جميل؟ يا جماعه الكرسي ده هيقع بيا بقى، مش قادر. الكرسي بيقع بيا دي دبل مينينج، ليها معنيين بتعبر عن حالتي قوي. جميل يا فندم يا مستر وسيم، شوف لي حد يعاكسها دلوقتي حالا وامسح وشه عشان نبقى متاكدين قوي. وجل نسرين معلش استاذنك ثانيه وهرجع لك تاني. اوكي
هساعدونا. ايوه مازو، ظبطت الناس جوه؟ كله اليستا في اللانشا يا مازو، كله تعكم وكله قفش، وسبت لهم صوره شيماء، اول ما هيشوفوها انذار الحريق هيشتغل تلقائي. حلوه قوي. خد بقى عصفوره، ده الخاتم اللي حدهولها، هتاخده وتخش جوه. ده لو دخلوك اصلا باللبس ده هتحطه على صينيه، اول ما شاور لك تدخل لي بالصينيه بالخاتم، وانا هنزل على ركبتي اطلب ايديها للجواز. يا لهوي يا اما، دي الحركه دي هترهرتها كده، هتجيبها كتاف. كتاف ايه وركب ايه يا مازو؟ انت ممكن يجي لك صليبي دلوقتي. انا قلت لكم 30 مره يا اخوانا جيبوا حد يعكسها، وانت تخش تدافع عنها زي عنتر مشداك كده يشيل بالعشرة والعشرين. ما خلاص يا زكريا، انت ما عندكش غير الحركة دي، مش هعملها. ايه رأيك بقى؟ وبعدين اعملها ليه؟ البت جاهزة جوه وهتجوزها وهنكسب. امشي بقى، مناخيرك بتطلع تراب. مش عايز اقول لك كلام قلة ادب قدام الواجب. قول اللي انت عايزه يا عم براحتكوا، سابها لكوا زكوة. اتفضل. ايه ده؟ هو في ايه؟ واو، والاكل محطوط كمان. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو. شكرا شكرا يا سعد. والله انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس الحقيقه ان النهارده مش عيد ميلادي. طبعا لا، النهارده عيد ميلادك، لان انت اتولدتي النهارده. نسرين، انا هنسيكي كل حاجه وحشه عدت في حياتك. ندخل عصفوره بالخاتم. ماما هيقول عصفوره. تسمحي لي؟ اتفضلي. ايه المقصف ده؟ يا جماعه كله يركز معايا هنا، اللي بياكل يسيب الاكل. انا عايز اقول حاجه لنسرين قدامكم كلكم. تعمل ايه؟ نسرين هما فين؟ قاعدين فين؟ ايه ده؟ اهو انا. مازو مازو، انت مازو؟ معقوله انت مازو؟ نسرين انت مازو؟ عامل ايه؟ معقوله مازو هنا ومعانا سيرينا قمره العماره؟ هو سيبه يسرق. مش ممكن، صدفه غريبه جدا. انت بتعمل ايه هنا يا مازو؟ انت مش عارف ان انت شقتك ولعت بشيماء؟ روح شوفها. يا نهار ابيض، ولعت؟ روح الحق بسرعه. لا هو انا ما قلتلكيش ان وسيم يبقى كوميديان العماره؟ طالما عشق الاستظراف منذ الصغر. طبعا غريب قال لك ان انا هنا، هيروح مني فين؟ ايه يا ويسو، مش عوايدك يعني تيجي اماكن نظيفه كده من ساعه ما اترفدت من شغلك ومراتك بقت تصرف عليك؟ طبعا انت فاكر الحاجات هتقع مني زي زمان، بس انا معيش حاجه الحمد لله. اللي انت ما تعرفوش يا مازو ان انا بقيت ماسك فندق صغير كبير جدا دلوقتي. انت بقى اللي من ساعه ما خرجت من المصحه وانت عندك مشكله في موضوع الذاكره ده. مصحه؟ مصحه، ده كان مدمن فتره كبيره جدا. ما خلاص بقى انت وهو، انا اللي عزمه يا مازو. اصل وسيم اخر فتره بقى بيتعب عشاننا قوي، يكاد يكون ما بينامش الليل، شغل ورياضه ومساعده الغير. رياضه منين؟ رياضه يا معلم، بجري الصبح رياضه الجري. قلت اساعده ولو مره، ويا رب يبقى مبسوط معايا. والله يا اسراء يا حبيبتي انا مش مبسوط معاكي، بس من ساعه ما شفت نسرين بقيت مبسوط جدا. والله انا مبسوطه قوي ان انا شفتكم. طيب مش هنعطلكم بقى، انجوي. خدت بالك ذوق ازاي؟ قال لي سيبكم لوحدكم ذوق قوي. ربنا يخليهولك. يخليهولنا؟ لا يخليهولك انت. اتفضلي الفيرست دانس. اوكي. مفيش حاجه. ايه يا وسيم، شكل التحدي ده هيروح منك ولا ايه؟ براحتك بقى، براحتك. طول ما انت واقفه جنبي مش شايف اي حد غيرك يا حب. بجد يا قلبي؟ بجد يا حب. تيجي نخسر التحدي ده، نروح انا وانت البيت ونطلع العيال يباتوا عند شوشو فوق، نطلب انا وانت وجبه العيال الفراخ المقربشه ال 15 حته دي بقى، نقعد ناكل انا هموت من الجوع. متهور بس بحبك. وما تجيبش بقى سيره الاكل عشان انا على تكه. بقول لك ايه؟ هو جميل ما جاش لغايه دلوقتي ليه؟ ما تكلمه كده. مش هكلمه، بس لو ما جابش الناس 15 حته بقى خلاص التحدي راح. الو الو، ايوه مستر وسيم، رجالة معايا واخر أليستا، صمموا يتعشوا من عند الجعير الاول. عشيتهم طبعا. بقول لك ايه، المصاريف دي من فلوس العمليه،
ما تاكلهاش. سلام يا مستر وسيم. بقول لكم يا رجاله، عايزكم ترفعوا راسي قدام مستر وسيم. اللي ياخد الضربه من مستر وسيم ها اهات اوجاع تاريخ ويطير بعيد عنه، ويا سلام يا ويطير ويخرج بره المطعم ويركب العربيه ويستنانا. تمام تمام. 4 في 7 بكام؟ ب10 يا معلم. على الله. السلام عليكم. ممنوع الدخول. ممنوع الدخول ليه ان شاء الله؟ والناس اللي داخله وخارجه دي ايه؟ بيدفعوا فلوس واحنا لا؟ لا احنا هنشرب وهندفع، مش هنشرب شوكك. المكان كله محجوز، اتفضل. محجوز ايه؟ لا انا داخلين يعني داخلين.